إذا فعلا تعرف أنك خسرت معركتك وانهزمت، إذا تركت المحاولة، إذا تركت مجاهدة النفس، إذا تركت التجديد دائما، تجديد الإيمان وتجديد التوبة، أنت كذا خسران. أعطيك أمثلة في الدعاء، دعا مرتين ثلاث أربع سنة سنتين ثلاث ثم وقف، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلن يستجاب لي. ترك الدعاء خسر، ولا تلقاه في الفترة اللي كان يدعي ولا تحقق بعين المطلوب اللي ما شافه، تلقى رابح جوائز كثيرة عند ربه، صرف عنها من السبل مثلها، ادخر له في الآخرة، بتجي لكنها بالوقت اللي يحبها الله سبحانه وتعالى واللي يرضاه الله واللي لحكمة الله أنه يقع. كذلك التوبة دائما وتجديد التوبة، هذا ما دام الإنسان دائما يتوب، وين كان يذنب وين كان يخطي لكنه دائما رجع، ترى هذا يحاول والمحاول ترى ناجح. لكن اللي خسران جلس على ما هو عليه وهزمه الشيطان ولا جدد. لكن ذاك اللي مهما أذنب تاب، مهما أذنب عمل صالح، مهما أذنب رجع الربه، مهما أذنب وسوى رجع، هذا مو خسران. الخسران اللي يذنب ولا عاد يتوب، الخسران اللي يذنب ولا يجدد توبته. لكن التوابين الله وعدهم، قال ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التائب مهما تكررت توبته، الداعي مهما طال استمرار دعائه، المجاهد لنفسه مهما تكرر عاش حياته في سبيل الله في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ناجح. وإن لم يتحقق عين المطلوب، ما دامك تحاول وتجاهد نفسك ومستمر، الله أكبر، أنت ناجح.